وأن الحكومة على عنادها ومقاومتها لمطالب مقاومتها لمطالب الشعب وتمسكها بالعنف والردع بالقوة، وأن الشعب على إصراره وإيمانه الراسخ بضرورة مطالبه وحقه فيها وعدم تنازله عن شيء منها واستعداده المفتوح للتضحية من أجلها. هذه هي اللغة الصريحة التي حملتها أحداث الأيام القريبة التي مرت من خلالها الذكرى وخاطبت بها الداخل والخارج على السواء. إذن لا أساليب الالتفاف والخداع السياسي ولا تخريجات الحلول السياسية الفارغة التي مارسها النظام عاما كاملة ولا المناصرة العسكرية للمحيط الخليجي ولا التشجيع الرسمي العربي ولا الصمت الدولي أجدى شيئا، ولا أي من أساليب الإرهاب والقمع التي صبت على الشعب من قبل ذوي الحكومة فأذاقته صنوف الويلات قد فلت من عزيمته. قد فلت من عزيمته أو نالت من تصميمه على نيل حقوقه بعض نيل، وإنما ضاعفت عزيمته وزادت من تصميمه ووسعت شارع المعارضة وقوت صفوفها، وإن بقيت الجهة الرسمية على ما هي عليه من تصلب وعناد لحد الآن، إذا ما غضضنا النظر عن لغة الوعود الإعلامية الباهتة والتصريحات المخادعة المؤقتة التي لا تلتقي مع الواقع وتتنافى مع العمل ويرافقها من قرائن المواقف على الأرض ما يؤكد عدم جديتها، لن يمكنكم ذلك ما دام شخص واحد منه يمشي على قدم أو يمكن أن يرتفع له صوت. ما قاله الرابع عشر هذا للمجتمع الدولي أن عليكم أن تشرعوا للوضع الرسمي في البحرين أن يأتي على آخر رجل وامرأة وطفل وطفلة من أبناء المقاومة وبناتها هنا، أو تحملوه على الإصلاح الذي يرضاه الشعب. ولا خيار ثالثا أمام الوضع الرسمي والمجتمع الدولي غير ما ذكرناه. أما الخيارات الأخرى فهي من التلاعب المكشوف، ولن تكسر إرادة هذا الشعب ولن تستغفل إرادته. إذا كان الخيار الأول هو الخيار الرشيد أو ترون أن له نصيبا من الوجاهة الدينية والإنسانية أو الحضارية والحقوقية، فلتأخذوا به جميعا ليتسجل في التاريخ أن شعبا قد أبيد بقرار حكومته وتشريع دولي لأنه طالب بحقوقه وحريته وكرامته. فلتستحي الدول الكبرى ولتستحي كل الدنيا من هذه المظلومية القاتمة، واستحق لكرامة الإنسان وهدر دمه في هذا البلد. والمجتمع الدولي يسكت على كل ذلك بل يباركه. ولنسأل ما هو الأبقى لأنظمة الحكم التي تحرص على البقاء، التي همه البقاء؟ هل هو خنق حرية الشعوب حتى تتفجر الشعوب غاضبة؟
قال: والتمييز بين أخوة بين إخوة الدين والوطن، وحتى بين الفئات الاجتماعية المختلفة ديناً أو قومية لخلق الفتن. هل هو تشديد التضييق الديني والسياسي والمعيشي على الشعوب حتى تكفر بقيمة الحياة في ظل الأنظمة الضاغطة؟ هل هو في الرد القاسي على احتجاجات الشعوب ومطالبتها بالعدل والحق واحترام إنسانيتها وتمتعها بحقوق المواطنة الكاملة بأزيز الرصاص وهدير المدافع وقصف الدبابات؟ ما نريده لعالمنا الإسلامي والعربي ولمحيطنا الخليجي ألا يبقى على تخلفه، وألا يظلم فيه إنسان، ولا تهمش شعوبه، وأن ينتهي فيه التمييز والتضييق الديني والدنيوي، ويعترف الشعوب بحقوقها في ممارسة دورها الإيجابي وتحديد مصيرها، وأن لا تكون مجتمعاته مساحة للنزاعات وصراع الشعوب والحكومات، وأن لا تتفتت لحمته، وأن لا تدخل الحكومات في هذا العالم، في عالمنا الإسلامي والعربي والخليجي، في قتال بيني لمصلحة الأجانب. أما أن يقول قائل أيا كان أن البحرين وطن لفئة دون فئة، لطائفة دون أخرى، لعائلة دون عائلة، فهو كلام فهو من وهم الخيال فهو من كلام الخيال ومنطق سقيم مردود على صاحبه بكل المقاييس، ولا يراد به إلا الفتنة والتمزيق.